نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. القافلة على الرغم من ان احنا النهارده يوم اجازه بمناسبه اعياد اكتوبر الا انها بتشهد اقبال كبير من المواطنين. في اعداد كبيره من المواطنين اتوجهت النهارده للقافله عشان تحصل على الخدمه المتميزه اللي موجوده في القافله، من اول قطع التذكره اللي بيتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه وانتهاء بصرف العلاج في الصيدليه. المريض بيقطع التذكره طبعا مجانيه، بيتوجه للعياده المطلوب الكشف فيها. معانا تخصصات طبيه مختلفه في القافله، اكثر من 12 تخصص موجودين في القافله، من ضمنها البطنه والعظام والرمد والجلديه والأنف والأذن والأطفال والأسنان وتنظيم الأسرة والنساء. نشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها ديت بالنسبة للأطباء وكل حاجة تمام يعني الحمد لله، والكشف 100 100، ونشكر على كل حال يعني على كل اللي عم يقدموا من خير يعني من خيرات. أحب أشكرك يا سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة اللي حضرتك قدمتها لنا دي. أنا راجل صعيدي من بيحبك جدا يعني، وربنا يبارك في عمرك. الكشف والله مجانا. انا كشفت انا اولادي الثلاثه، معايا ابني اللي هو الكبير اكبر واحد فيهم كان عنده حساسيه، التهابات في الصدر حساسيه، فكشف. واولاد الاطفال الاثنين كشفوا هم التانيين. انا كنت معدي بالصدفه فلقيت فيها حمله موجوده قدام المركز الطبي، وبعدين قلت اطمن على نفسي ودخلت كشفت مسالك بوليه وعملت تحاليل وقست الضغط والسكر وتمام، وعملنا اللازم 100 100.